مساكم بخير، مرحبا بكم في المراجعة النهائية مع رواد التميز، وانطلاقا مع مادة الفلسفة راح نقدم كيفية مراجعة هذه المادة، أقصد الفلسفة، في الشهر الأخير المتبقي، وهو سؤال اللي طرح علينا مرارا وتكرارا. راح نمد حوالي 4 مراحل للمراجعة. أولاً عندنا عملية جمع المعلومات. عملية جمع المعلومات هذه نورمالمون راهو الجميع قام بها ديجا من قبل، ولكن نعقبوا عليها بشكل سريع فقط. واش راح ندير؟ راح نجمع مقالات ذات منهجية صحيحة. لهنا سنقتصر عليكم هذا الأمر عن طريق نشرنا لمقالات نضمن أن المنهجية اللي فيها راهي مليحة، رانا ننشر فيهم عن طريق التليجرام. واش ندير انايا؟ نقرا هذه المقالات، عفوا، قراءه تحليليه، معناها نحاول اني نستخرج الافكار، الحجج، الشواهد الموجوده فيها، وفي نفس الوقت نتعلم الاسلوب اللي راهي يكتب به صاحب المقاله، يعني الاسلوب اللي خلى المقاله تاعو تكون مقاله جيده. اذا نعاود نلخص، رايح نستخرج من هذه المقالات زوج حوايج. اول حاجه اللي هي الافكار، الحجج والشواهد، ولافونتاج اللي هنا سيكو راح نجيبها من السياق تاعها، يعني راح نفهم هذه الحجه هذه واش معناها، هذا القول واش معناه، هذا راح يساعدني اثناء عمليه التحرير. ثاني حاجه راح نتعلم الاسلوب الفلسفي الصحيح. نمر لنقطه ثانيه واللي هي مرحله اعداد الملخص. أدري أن العديد أيضا قام بهذه المرحلة، فهنيئا لكم، لما قامش بها ما كانش مشكل. راح نقدم لكم طريقة كيفاش تديروا الملخص تاعكم لهنا. أول شيء الملخص هذا راح نحطوا فيه الأفكار اللي جمعناهم الفوق، أنا لهنا في النقطة الثانية نحطوا فيه الأفكار اللي جمعناهم من الفوق، نرتبوها في الملخص عن طريق كما راكم تشوفوا لهنا. عندك ورقة أكات ولا تنسمها على 2، الموقف الأول الموقف الثاني. أول حاجة نحطها هما الفلاسفة اللي كاينين الداعمين لهذا الموقف الأول والموقف الثاني أيضاً. ثاني حاجة راح نحط الحجج تاعي، سواء الحجج كانت عبارة عن أفكار ولا عبارة عن مثلا عندي عنوان وفيه الداخل تفصيل. أيضا الحجج تاعي نحاول أني نعززها بشواهد. الشواهد كما ديما نقوله، سواء تكون أقوال فلاسفة، سواء أمثلة، سواء تجارب واقعية، قصص واقعية إلى آخره، نحاول أني ننظمها. مثلا الأفكار تاعي والحجج نكتبها بالبلو، الحجج نكتبهم بالفير ولا هكذا، باش من بعد تساعدني في مرحلة الحفظ. بعد ما نكتب الحجج وننظمهم ندير النقد. النقد ندير نقد لكل حجة على حدة، كل حجة نقدم لها النقد تاعها. هذه هي النقطة اللي راح تخلي النقد تاعي مليح. أيضا في النقد نحاول أني نحط في الملخص تاعي قول ولا شاهد على الأقل في الملخص تاعي، باش أختارش هذا الملخص ولا راح نحفظه بعد. نمر للتركيب. كما راكم تشوفوا لهنا في التركيب راني جملت في التركيب، نحط الافكار زائد الشواهد، يعني الافكار اللي راح نحكي عليها زائد الشواهد، حبذا لو يكونوا على الاقل شاهدين. بعدو ندير الراي الشخصي، العديد يسال على الراي الشخصي، انا نفضل انه نديروه، سواء كان المصحح اذا كان يحسب على الراي الشخصي مدلي، اذا كان ما يحسبش عليه ما راني خاسر والو. في الراي الشخصي ايضا نحط شاهد. الشاهد في الرأي الشخصي عادة ما يكون مثال ولا تجربة واقعية، لأنه هذا رأيي أنا، يعني ما هوش أمر خاص بالفيلسوف ولا، وبالتالي راح نحط رأيي أنا. في الخاتمة أيضا راح نحط الأفكار اللي راح نتطرق لهم في الخاتمة مع 3 شواهد. ركزوا لي، راني حاطة في الخاتمة 3 شواهد، الخاتمة الوحيدة اللي حطيت فيها عدد الشواهد، لأنه الشواهد في الخاتمة عليهم نقطة ونص، وحنا يلحنا اللي يروحوا لنا النقاط.
بعد ما نكمل إعداد الملخص تاعي، المرحلة اللي تجي من بعدها هي مرحلة الحفظ. كما راكم تشوفوا حاطة تاع الوزيان، هي نحاول أني نحفظ الملخص تاعي. عادة نهدر لكم مثلا على تجربتي الشخصية، الحفظ كنت نحفظ صباحا في الفترة الصباحية، ثم نعاود نراجع قبل النوم، يعني لأن الأفكار كي تراجعوها قبل ما ترقدوا تبقى يعني تحفظ بسرعة. المرحلة الرابعة لهنا معايا هي مرحلة تحرير المقالات. تحرير المقالات قبل ما نبدا نحرر كاينه عمليه، واللي هي اعاده كتابه الملخص في المسوده. دوك انايا راني رايح ندير اليوم مقالات تاع الانا والغير، واش ندير؟ نحط البرويون تاعي، الملخص هذا اللي راني مدايرته لهنا نكون حفظته ديجا، ولا في الاول معليش ما نحفظوش، نحاول نحفظه عن طريق الكتابه. نعاود نكتب الملخص تاعي في هذا كي نكتب الملخص تاعي، واش رايح ندير؟ رايح نضمن امرين، ان الافكار تاعي راني ننظمها ونرتبها، وثاني حاجه اني نحاول ان ندير تقسيم ذكي للحجج اللي راي عندي، وايضا للشواهد اللي عندي، لانه كل بارتي عندها عدد الشواهد اللي يستحسن انه يكون فيها، وبالتالي دفو احنا كي نبداو نكتبو ديريكتومون يخلصوا لنا الشواهد، ولا ما نتفكروش، ولا ومن بعد لي بارتي الاخرين نوليو نخليوهم بدون شواهد، ولا هنا اللي يروحوا لنا النقاط. اذا بعد ما نكتب الملخص، بعد ما نكتب لهنا الملخص تاعي، نولي لمرحلة التحرير. نكتب المقال. في المقال عادة يعني نصيحة اللي نمدها، اللي هي نصيحة إجمالية، إنه نحاول إني نكتب شوية بزاف، سمحولي على مصطلح شوية بزاف، بصح الواقع إنه الأساتذة يهمهم الحجم، وهذا أمر طبيعي، هذه هي طبيعة المادة. لهنا راني درت لكم واحد البونيس، واللي هو لا تضيع النقاط. لهنا راح نحكي لكم على النقاط وين احنا نضيعوها. نبداو بالمقدمة. عندنا المقدمة وش فيها؟ كما راكم تشوفوا تمهيد عام، تمهيد خاص، وثم عندي إبراز الجدل وطرح الأسئلة. سورتو كلمة إبراز الجدل اللي جينيرالمون الولاد ما يتولهوش ليها، ما يقولوش باللي كاين جدل، وفي الاستقصاء نقولوا شاع عند جمهور الفلاسفة الفلانيين، هذه تولهوا لها فضلا. وطرح الأسئلة أيضا لازم يكون الطرح دقيق. في الموقف الأول، وش هما النقاط اللي لازم يكونوا؟ أولا الفلاسفة، لأنه عليهم نقطة، على الأقل نذكر ثلاث فلاسفة. النقطة الأخرى نشرح الأطروحة تاعي كي نكون في موقف، سواء الموقف الأول ولا الموقف الثاني ولا حتى في الاستقصاء، نحاول أني نشرح الموضوع تاعي، ماشي ندخل ديريكتومون في الحجج، هذه خطأ شائع. من بعد نروح للحجج التوالي. كي نجي نسرد الحجج، مثلا عندي الحجة الأولى متبنيها الفيلسوف الفلاني، ماشي نروح نسرد الحجة وكفى، نحاول أني نشرح، لأنه أنا كي نشرح راني نبين للأستاذ بلي راني فاهم، بلي راني متمكن من الهدف الأساسي للمادة، واللي هو يعني تحليل الأفكار إلى آخره، وأيضا رايح نربح طول المقال، يعني المقال تاعي راح يطول، هذه بالتكرار رايحين تولفوها. في كل حجة نحاول أني نقدم على الأقل شاهد واحد، شاهد كما قلنا سواء قول ولا مثال ولا تجربة. في الشاهد من فضلكم ما نحطوش القول قال الفيلسوف الفلاني بين قوسين وكفى، لا، هذا خطأ شائع، وهذا هو اللي دمر التلاميذ. كي نحط قول تاعي نحاول أني نشرحه، وش معناها هذه العبارة، هذه نشرحها ولو شرح أدبي، معليش شرح المعنى تاعها وش هو، ومن بعد نحاول اني نربط هذا المعنى بسياق الحجه. باش تقدروا تفهموني في هذه النقطه، حاولوا انكم تشوفوا المقالات اللي رانا ننشروا فيهم في تليجرام، ولا ايضا راهم موجودين في الدرايف اللي بارطاجيناه، تلقاو كيفاش نقوم بشرح الحجه، ومن بعد ربطيها بالسياق، نربط المعنى تاعها بالسياق، هكذا رايح الاستاذ يفهم بلي راني متمكن وعلى بالي واش راني ندير. نروحوا للنقد.
النقد وش راح ندير؟ اول حاجه تاييد ثم معارضه، نقول صحيح ما ذهب اليه كذا وكذا، الا انه، ثم نبدا ننقد. عاده ننقد الموقف ككل، ومن بعد نحاول اني ننقد الحجج كل واحده على حده، يعني ما نشرح نطول بزاف باش ما توليش استقصاء. هذه في الجدليه ما نحاولش نطول بزاف باش ما توليش استقصاء، ولكن ماشي ثاني ندير ربع سطر ولا على الاقل شويه. نحاول ايضا ان نمد ولو شاهد واحد، لانه هذا رايح يزيد حظوظي باش ندي علامه كامله في النقد. الموقف الثاني والنقد الثاني نفس الطريقه. نروحوا للتركيب. التركيب كما على بالكم عندنا تغليبي ولا توفيقي ولا تجاوزي، على حسب كل واحد كل ما قال كيفاش، وانت حر واش تخير. في التركيب الخطأ الشائع انه نديروا التركيب صغيرون. علاش؟ لانه نكون احنا تعبنا وشغل لحقنا لافان تاع المقاله، وهذا هذا يؤدي الى واحد الاختلال في التوازن في المقاله تاعي. يعني الموقف الاول طويل والموقف الثاني طويل، وبعد التركيب ندير غير زغبه ما جاتش. وبالتالي التركيب حاولوا انكم تكتبوا فيه وتشرحوا مليح، توجور نركز لكم على الشرح. نحاول نمد فيه الحجج تاعي، شواهد، لانه التركيب فيه عليها ربع نقاط كيما الاقوال كيما المواقف الاخرين، وبالتالي نعطي له قيمته. الراي الشخصي كيف كيف، انا نفضل انه نديروه، وهدرت لكم عليه قبيل في الملخص. ثم نمر للخاتمه. الخاتمه على بالكم اللي ما يهديش مليح ويروحوا له حوالي 3 نقاط 4 نقاط وما يحسش وين راحوا، خلينا نقولوا 3 نقاط، صدقوني راه ما يروحوا لكم في الخاتمه. علاش؟ لانه يروح عليكم الحال وتكونوا تعبتوا ويدكم تودع وما تكملوش. والاشكال انه الخاتمه عليها 4 نقاط ايضا، يعني علاش تضيع 4 نقاط بوريان؟ برك اللي احنا في الخاتمه عندي واحد الملاحظات. اول حاجه انها تكون متوافقه مع التركيب، يعني باش ما يكونش عندي خطا منطقي تركيب في جناح والخاتمه في جناح، لا لازم تكون متوافقه. نحاول اني ناكد فوالا، راح تكون عباره عن تاكيد. التاكيد عاده وش هي وسائل التاكيد؟ اني نحاول نقلع، نعاود نمد اقوال امثله تجارب اللي هي بالمختصر نسميها شواهد. لهنا راح تتفاجئوا وراني كاتبه على الاقل 2 ولا 3. نعم، لانه لابارتي الوحيده اللي شواهد عليها هما عندهم نقطه ونص هي الخاتمه، لانه في الموقف الاول والموقف الثاني يكون عليهم نص نقطه، ما في الخاتمه يكون عليها نقطة ونص. هذا بالطبع التنقيط تاع العام اللي فات تاع السنام، على باليش إذا كاين تعديلات ولا لا، أعتقد ما كاينش تعديلات. على الأقل 2 ولا 3. علاش؟ باش نزيد نأكد الموقف التالي. أنا عادة كنت ندير قولين وقصة، ماشي قصة، تجربة، تجربة ولا مثال. المثال هذاك رايح الأمثلة راح تخليني نأكد الموقف، وهذا هو الهدف. أيضا نمدلكم واحد لاستيس عادة أنا نخلص بها المقالات التوعية في الخاتمة، أني نحاول نمد أسئلة تعجيزية. كيفاش؟ نقول مثلا راني نأكد في الموقف الفلاني، نولي نقول على الموقف الآخر، نقول ولو كان كذا وكذا وكذا، أليس هذا كان راح يوقع كذا وكذا، ونخلي الخاتمة مفتوحة. هذا الشيء راح يخلي المصحح منبهر بالخاتمة تاعك. وكما على بالكم الخاتمة هي آخر حاجة يقرأها المصحح قبل ما يمدلك النقطة، وبالتالي حاول أنك تبدع فيها باش تكون كذاكرة طيبة عليك. وصلنا إلى نهاية الفيديو، أرجو أن نكون قد وضحنا الأمر وساعدناكم في منهجية المراجعة لمادة الفلسفة عفوا. كما أرجو أنكم تلتزموا بهذا البرنامج. في حال ما عندكم تعليقات ولا أفكار ولا حتى طلبات نسعد بها، تقدروا تحطوها لنا في كومنتير. ندعوكم أيضا لمشاركة هذا المحتوى مع زملائكم حتى تعم الفائدة.